انت حكيت اكتر مره ان انت كنت بتروح مع الوالد في حفلات كتيره وتستمتع بحفلاته، وكنت بتروح مع الوالده على المسرح كمان والاعمال اللي كانت بتقدمها. لو سالتك النهارده سعد اخذ ايه فنيا وانسانيا على الصعيد الشخصي من الوالد ومن الوالده، كل واحد فيهم اخذت منه ايه؟ اثنين اخذت منهم الصعيد الانساني والفني، لانه الوالد انا عمره ما شفته تكبر على حد ولا قال له انه مش عاوز اتصور، وانا كنت صغير بشوف. And he was my idol always. لي دايما بقول لي بدي اكبر واكون just like my father. Wow. And امي كاركتير فور، بنقول يعني strong personality. Yeah. وكمان عاوز اكون زي الوالده، فكانوا الاثنين بيكملوا بعضهم. والعلاقة المميزة والقوية اللي بتربط سعد بعيلته هي أحد أسباب نجاحه الكبير في مسيرته الفنية كل السنين اللي فاتت، لأنهم بيعتبروا أول الداعمين لفنه وكل حاجة بيقدمها لجمهوره. أكتر عمل بتحبه للوالد وأكتر عمل بتحبه للوالدة لغاية النهاردة لسه بتقعد تتفرج عليه أو تحضره أو تسمعه وبتحس أنه بتسمعه لأول مرة؟ بالنسبة لي أنا أعمال الوالدة والوالد كلهم عندهم مكانتهم فنية كبيرة. عندي طبعا. Yes. طبعا. بس I'll tell you my favorite. Wow. في أغنية للوالد اسمها وانت دايز طلل علينا، يعني لما تكون معدي من جنب البيت. عدي علينا. عدي علينا. ما انا كنت عايشه في المغرب فعارفه. قول لنا السلام عليكم. شقر عليكم علينا السلام. بالمصري شقر علينا صح؟ صح. بالنسبه للوالده في مسلسل فضل مترسخ في اذهان المغاربه كلهم اسمه عزيزه. عزيزه. عزيزه عمل درامي مش كوميدي، عمل درامي للمرأة المغربية اللي اعتمدت على نفسها وربت أولادها لوحدها وعانت وكذا وكذا، وكانت مثال للمرأة المغربية الشهمة الجدعة القوية زي ما قلت القوية. وسعد قدر يعمل اسم كبير ليه في العالم العربي، ويمكن ده بسبب أنه دايما بيحاول يوصل من خلال أغاني جزء من تراث بلده المغرب، يا إما بالكلمات أو اللهجة أو حتى ستايل لبسه اللي بيعتمده في كليباته. فهل ممكن يكون ده أحد أسرار نجاحه الكبير؟ I think أنه في يعني ربنا مسهل أول حاجة ورضا الوالدين، الوالد والوالدة راضين علي وبيدعوا لي دائما، هذا شيء مهم جدا. ثانيا أنا كنت جد محظوظ إنه رحت على أمريكا وعانيت شوية وكذا وشفت كتير، بعدين رجعت على المغرب، بعدين بلشت من الأول وبعدين أجان وكذا، يعني ups and downs. وهيدول ups and downs يعلموك، سمعت فيهم مزيكا كتير طبعا كل حاجة. لما حبيت ادخل الاستوديو فيرست تايم وكذا لقيت انه في كذا حاجه مخزنها من زمان، من الخلطه اللي عندي، من اللي سمعته في حياتي، سواء من الوالد ابتداء من الوالد لامريكا. لا 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 سو الوالد رباني على الطرب مثلا، على ام كلثوم، على عبد الوهاب، هيز ا بيج فان اوف محمد عبد الوهاب، هيوج، ومحمد وعبد الحليم حافظ الله يرحمهم. الله يرحمه. فهي لافز ذيم، ورباني على وعلى ورده، فكل التكنيكس بتاع الغنى اخذته من عند الوالد ومن قفشته من عند الوالد من عند الوالد ومن عند العمالقة الكبار المصريين، وأسمع كمان هيب هوب، وأسمع you know ديب هاوس، وأسمع كل حاجة، ونشوف حنوصل فين. ربنا يكمل على خير كل اللي جاي إن شاء الله يا رب. It was not programmed. It was مجهود جبار، لأنه خلاص لقيت نفسي I fell in love على الفن. ومجهوده وستايله اليونيك هم اللي خلوني أكون a big fan، وبصفتي أني مصرية فحبيت أتكلم معاه عن الشعب المصري اللي بيحبه جدا. هقول حاجة ما بقولهاش كتير ويمكن أول مرة أحكيها مظبوط على التيفي. أنا كمصرية عشت في المغرب وأنا عندي 19 سنة، بعرف قد إيه الشعب المغربي بيعشق الشعب المصري. وهقول لك حاجة هتضحك، لما كنت عايشة هناك كنت أنزل الشارع الصبح أروح السوبر ماركت جروسري whatever، بس اتكلم مصري يقولوا لي مصريه اقول اه، عادل امام اقول اه، بيدوني كانوا الاغراض ببلاش، والله العظيم ما كنتش بدفع حاجه اي سوير يعني. الله كنت الله لا وكانت بقى متعه بالنسبه لي انزل اخد كل حاجه ورا. فمعروف فعلا قد ايه الشعب المغربي طول عمره بيحب الشعب المصري، وانت عندك زي ما قلنا في بدايه لقائنا جماهيريه مخيفه في مصر. فالنهارده سعد المجرد حابب يقول ايه
كإنسان مغربي مش كفنان عالمي، نو كإنسان مغربي للشعب المصري حابب تقول لهم إيه؟ كإنسان مغربي بقول للشعب المصري إنه هذا حب قديم جدا وهذه حقيقة. إحنا بنحب الشعب المصري من قديم الزمان، and we're hooked to مسلسلات والأفلام المصرية وبنقدر الثقافة المصرية والتاريخ المصري، وبنحب عادل إمام حب لا يتصور وكل الفنانين. ومدام الوالدة ممثلة، أنا عارف عندي يعني في ناس كتير كاملة. عندي I know a lot of movies، حافظ movies، مش I know a lot of movies، حافظ movies وإفهات وحافظ كتير أشياء وعارف أسامي الممثلين وعارف. أخويا الكبير بيقول لي أنت عندك 60 سنة ولا 50 سنة؟ Are you come on are you kidding؟ فا no I'm in love مع الثقافة المصرية ومع الشعب المصري من زمان. هذا حب مش حبي بس، حب المغاربة كلهم للمصريين. إحنا بنتكلم مصري. أيوة أنا عارف. أيوة والله ما أنا عارف. إذا عاوز أكلمك مصري أكلمك. كلمني يا باشا مصري.